بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر، كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتين. قلنا بالأمس أن الرضاع يثبت به حرمة كحرمة النسب، أي من حيث النكاح، وكذلك من حيث جواز الخلوة والسفر والظهور أمامه بثياب المهنة، كل ده يثبت هذا. يعني لو رضع من امرأة صارت أمه، فله أن يسافر بها ويسافر معها وأن يخلو بها، صارت كأمه خلاص. وأخته من الرضاع صارت كأخته من النسب، يخلو بها ويسافر معها وينظر إلى شعرها وتمكث أمامه بثياب البيت العادي لأنها أخته، فيثبت إيه؟ حرمة في النسب، حرمة قصدي في إيه؟ في النكاح، ويثبت جواز الخلوة وجواز السفر والمحرمية. يعني حتى لو مثلا عايز يسافر بلد يعمل حاجة أو هي تسافر، له أن يسافر معه ويبقى محرمها كويس، لكن لا يثبت التوارث، لا يتوارثان، التوارث ده للإيه؟ للنسب بس. طيب، القدر الذي يتم به يثبت به التحريم، القدر إيه؟ يعني يرضع قد ايه؟ الكمية اللي يثبت بها التحريم. ثلاث مذاهب. مذهب الاحناف والمالكية قالوا ولو قطرة، لو قطرة لبن دخلت جوفه يقينا ثبت الرضاع وثبت التحريم. يبقى كل ما يطلق عليه الرضاع، والرضاع عندهم أن يصل قطرة لبن إلى جوف الصبي، تثبت بها التحريم. والشافعية ومن وافقهم قالوا خمس رضعات مشبعات اللي يثبت بها التحريم، وأبي داود الظاهري قال ثلاث، ثلاث رضعات. يبقى عندنا قطرة، وعندنا خمس رضعات، وعندنا ثلاث رضعات. وانا بالرغم اني شافعي اميل لمذهب الاحناف والمالكية احتياط، بالرغم ان انا شافعي افتي بمذهب المالكية والاحناف احتياط، لان الاحتياط في الانساب مطلوب والاحتياط في الابضاع مطلوب. فلو واحدة عرفت انها دخل في جوفها قطرة لبن من المرأة التي انت رضعت منها لا تتزوجها. مش تقول انا شافعي بقى، لا، خمسة لا انصح بذلك، لان الخروج من الخلاف مستحب، ولان الاحتياط في الابضاع وايه والزواج مطلوب شرعا. ووصول اللبن بأي طريق كان، مش شرط عن طريق المص، بأي طريق كان يثبت به التحريم، المهم يوصل جوفه. يعني لو طفل صغير مركبين له أنبوبة في أنفه إلى معدته، وهو قاعد في الحضانة، عيل صغير، طفل صغير في الحضانة ما يعرفش يرضع لسه، وبعدين خدوا لبن من امرأة وحقنوه في داخل هذه الأنبوبة للتغذية، صارت أمه من الرضاع بالرغم أنه لم يلتقم ثديها،
لكنه وصله لبنا. يبقى يصل اللبن بأي طريق كان إلى جوفه، ولا يشترط أن يكون بالطريق المعتاد أن يلتقم الثدي ويمتصه. ده اسمه رضاع في الشرع الشريف. الرضاع غير الرضاع في العرف. الرضاع في العرف معناه أنه يلتقم الثدي ويمص، ده في العرف. لكن في الشرع أوسع من ذلك. لو وضعت امرأة لبنها في كوب، ثم أخذ هذا الكوب إنسان ووضعه في فم صبي، ثبت الرضاع حتى ولو لم يرى هذه المرأة. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأن العبرة بوصول اللبن إلى جوفه بأي طريق كان، بأي طريق كان. باب في المصة والمصتين. وبإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 63 بعد 603,000، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حا قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. فهم منها المالكية والأحناف اللي بيقولوا أي قطرة لبن، قال أي لأن المصة لا يخرج معها لبن في المعتاد من أول مصة، وكذا المصتان بتبقى تحضير للثدي. يعني معناه أنه مش مجرد أنه أدخل فمه، أدخل حلمة الثدي في فمه مرة أو مرتين ولم يثبت خروج لبن من الثدي يثبت به التحريم، لابد أن يثبت خروج اللبن. هذا فهم مين الملكية والأحناف من الحديث. قالوا لأن المصة والمصتان في الغالب لا يخرج معها لبن، وبالتالي لا يتيقن، لكن لو تيقن حرم. وفهم منها الشافعية أنها لأنها لم تبلغ 5 رضعات، لورد حديث هنقراه بعد كده حكاية 5 رضعات. وفهم منها أبي داود الظاهري أن أكثر من الاثنين يحرم، فقال الثلاثة تحرم، واعتبر المصة الرضعة والمصتين الرضعتين. فهمت؟ يبقى المصة والمصتين عند المالكية والأحناف هو إدخال حلمة الثدي في فم الصبي دون تيقن نزول لبن مرة أو مرتين، دي لا يحرم لأنه لم ينزل لبن. فهمت؟ طيب أبي داود فهم إيه؟ إن المصة الرضعة، يعني تيقن نزل لبن بس دي رضعة، الرضعة مصة، المصتين رضعتين. طب يبقى معناه ان يحرم بالتلاتة. فهم؟ فاخذ بالتلاتة. ادي طريقة استدلال الفقيه. والشافعية خدوا ايه؟ بحديث ستنا عائشة ان كان فيما كان يقرأ من القرآن 5 رضعات مشبعات. فقالوا لا، المصة والمصتين يعني رضعة ورضعتين لم يبلغوا 5 بعد. فهمت بقى المسألة؟ لان لازم تدرب ذهنك فأن النص واحد والفقهاء يختلفوا في فهمه، والنص واحد. فاللي يجي يقول لك أنا مذهبي القرآن والسنة مباشرة، تسأله بأي فهم؟ أنا موافق مذهبك القرآن والسنة مباشرة، بس هتاخده بأي فهم؟ بفهم الإمام الشافعي في المسألة، ولا بفهم فلان، ولا بفهم فلان، ولا هيبقى أنت ليك فهم خاص آخر يخالف اللغة؟ فهمت؟ هو لابد ان يكون فهم مبني على اصل من اصول اللغه. فهمت بقى المساله؟ فما ينفعش حكايه يقول لك انا هاخد من القران والسنه على طول من غير ما ابص للشافعي ولا ما. هتاخد باي اساس؟ عندك ادوات فهم ولا ما عندكش ادوات للفهم؟ من ضمن ادوات الفهم انك تجمع جميع الادله في المساله، ما تاخدش من حديث واحد، وانك انت بعد ما تجمع جميع الادله تبقى عارف اقوال الصحابه وفهم الصحابه وإجماع الأمة في المسألة، هل في إجماع ولا مفيش؟
هل في اختلاف ولا مفيش، وايه محل الخلاف وسبب الخلاف، تدرس ده كله، وبعد ده كله تكون مذهبك اللي هتجيبه بعد ده كله يكون موافق لصحيح اللغة، ولا يصطدم مع صريح الشرع ولا مع مقاصد الشرع الشريف. فلو حاولت تعمل كده هتلاقي كل الناس سبقتك، مش هتعرف تجيب جديد، لان كل الاحتمالات تمت، كل الاحتمالات العقلية تمت خلاص، فهتلاقي نفسك ما جبتش جديد، هتلاقي في الاخر تابع لأحد المذاهب برضه. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى، قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي، فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى. يعني هو كان متجوز امرأة وبعدين بعد كده اتجوز ايه امرأة تانية أصغر في السن، يعني امرأة مثلا متجوزة عندها 40 سنة تروح متجوز واحدة تانية عندها 16 سنة. فقامت المرأة القديمة لما شافت البنت دي قالت له ده أنا مرضعة، فهم؟ يعني كانت رضعتها زمان أيام ما كانت بتربي، فهمت؟ فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى، امرأتي الجديدة يعني، رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. الإملاجة اللي هي الإدخال اللي هي المص، إدخال الحلمة في فم الصبي. انت كتير المرأة لما تيجي ترضع تدخل الحلمة في فم الصبي والصبي يعمل كده من رش يرضع، فمجرد ادخالها دي ما ثبتش حاجة، ما يثبتش فيها حاجة، فهمت ازاي؟ لازم يلتقم ويمصمص، وبعد ما يمصمص كذا مرة يدوب اللبن يبتدي يظهر، فهمت ازاي؟ في العادة كده. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا بين ان لابد ان نتيقن من وصول اللبن، مش مجرد ان هي القبتها ثديها مره ولا مرتين تقول انا رضعتها، رضعتيها فين؟ لازم نتيقن ان فعلا نزل لبن في الجوف. فايه؟ لا تحرم الاملاجه والاملاجتان، يعني المصة والمصتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. وعن ابي قال وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. والرضعة الواحدة هنا على فكرة معنى المصة الواحدة. وتحتمل في اللغة الجرعة الواحدة. أمو الملكية قالوا احنا نمشي على الاحتياط لأن ده هينبان عيلة تحليل وحرم، يبقى معناها المصة التي لم يتيقن نزول لبن، أما لو تيقن نزول لبن ولو قطرة ثبتت، ثبت التحريم، فهم؟ والشافعية قالوا لا، طالما أقل من خمسة خلاص، حتى لو شربوا اتكرع كده وقشط كمان. أشط يعني إيه؟ عارف أشط يعني إيه؟ العيل بعد ما بيرضع ويشبع تلاقي اللبن يرجع مع إيه؟ فريقه كده، يسموه قشطة. قشطة يعني إيه؟ خرج سطح الإيه؟ الرضع. لغة المصريين يقول لك إيه قشط؟ أشط، الواد بيقشط، يعني شبع إلى أن إيه؟ خرج اللبن من فمه. الشافعي يقول لك إيه يعني؟ طالما ما كملش خمس رضعات لسه، فهمت ازاي؟ لسه برضه مش ابنها من الرضاع. الملكيه لا يا عم، ده ابنها وابنها وابنها، طالما دخل اللبن تيقنا ولو قطره. لو جبت قطره كده، عارف القطره اللي بيحطوها في العين؟ خدت كده قطره لبن ونقطها له في فمه زي بتاعه التطعيم وبلعها،
بابنها من الرضاع عند الملكيه والاحناف يقينا خلاص، ابنها من الرضاع يقينا خلاص عند مين؟ عند الملكيه والاحناف. لكن عند الشافعيه وعند ابي داود لسه ما تتحسبش. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث ان ام الفضل حدثت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الربعه او الربعتان او المصه او المصتان. والشك هنا للراوي، يعني الراوي ناسي لفظ النبي بالظبط، الربع ولا المص؟ فهمت؟ يعني هل النبي قال الربعه او الربعتان ولا قال المصه او المصتان؟ هو النبي قال لفظ واحد بس الراوي هنا اللي شك. فهمت؟ وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن عبده بن سليمان عن ابن ابي عروبه بهذا الاسناد، واما اسحاق فقال كروايه ابن بشر او الربعتان او المصتان، واما ابن ابي شيبه فقال والربعتان والمصتان. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم الفضل دي أم سيدنا عبد الله بن عباس، زوجة سيدنا العباس. أم الفضل دي زوجة سيدنا العباس، أخت أمنا ميمونة زوجة النبي. عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، أو شوف الإملاجة يعني الدخلة، إدخال الحلمة في الثدي في فم الصبي، دي ما تحرمش لا مرة ولا اثنين. وعن أبي قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا. باب التحريم بخمس رضعات، وده مذهب الشافعي، دليل مذهب الشافعية ما نقرأه الآن. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فالشافعية خلوا الحديث ده. طب امال الملكية قالوا ايه بقى والحناف؟ قالوا لهم يا شافعية يهديكم الله، ده بتقول قرآن وده خبر أحاد، والقرآن لا يثبت بالأحاد، لازم يبقى متواتر. فهي أثبتت التحريم بقرآنية الخبر، والخبر أحاد والأحاد رواية شاذة، ما يبقاش قرآن. القرآن لابد أن يبقى متواتر، يروى عن جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير وبيتصلى بيه في الصلاة. فهمت ازاي؟ يا الشافعية يهديكم ربنا، ده مش قرآن يا سيدي. قول لي بس ده طب على الأقل نعتبره خبر. قال له لا، ما هي ما قالتش قال رسول الله عشان نقول ده خبر أحد، ده قالت قرآن. فهي أثبتت التحريم بدلالة القرآنية، وأنتم تقولون أن القرآن لا يثبت بالأحاد، فكيف تأخذون برواية أحد؟ فهمت ازاي طريقة مناقشة الحناف للشافعي؟ بينهم مناقشات كتب، يقعدوا يتناقشوا مع بعض ويردوا على بعض. فهمت؟ وبناء عليه إذا تم العقد، إذا تم العقد والدخول وثبت إن هو لم يتم خمس رضعات مشبعات نفتي بمذهب الشافعية. فهمت ازاي؟ طب إن كان لسه هيروح يخطب نفتي بمذهب الملكية والأحناف. أوعى تقرب لها. فهمت ازاي؟ يبقى ده استفدنا الخلاف ده في الفتوى. لكن من حيث العمل فمذهب الاحناف والمالكيه احوط. مذهب الاحناف والمالكيه احوط.
اكثر احتياطا. تبقى مراتك حلال عليك من جميع المذاهب، ما رضعتش معاها ولا مره، لكن لو رضعت معاك مره او مرتين فيبقى زواجك بيها باطل عند مذهبين كبار من مذاهب المسلمين، وصحيح عند مذهب من مذاهب السنه الشافعيه. طب وليه تخلي زواجك بهذه الصوره؟ فهمت؟ فالاحتياط عند الزواج، ما تروحش تسال هي رضعت كم رضع، لا ده مجرد انك تسمع انها رضعت بس تبعد. والبنات كتير والستات كتير، الدنيا ما بدأتش. فهمت؟ يقول لك اصلي بحبها. تقول له ليه؟ ايه بحبها يعني؟ ليه؟ بتحبها حب اخوي. هو كل ما تحب حاجه تجيبها؟ ها؟ ما ينفعش، ما فيش اصلي بحبها دي. ما ينفعش، لان الاحتياط مطلوب. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، قالت عمرة قالت عائشة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل ايضا 5 معلومات. وده موقوف على ستنا عائشة واثبات قرآنيته على ستنا عائشة بس. طب وفين باقي الصحابة ما سمعوهاش ليه؟ فهمت ازاي؟ عشان بس تقوى الخبر، يقوى. عشان كده ايه الاحناف والمالكيه يروي الحديث ويقول لك مالناش دعوه بيه، مش هنعمل بيه. يروي الحديث اه ويقول قالت رضي الله عنه وارضاه، حديث صحيح بس مش هنعمل بيه. فهمت بقى طريقتهم؟ ليه مش هنعمل بيه؟ اصلها قالت ده قران. طب ما حدش من الصحابه قال ان ده قران، ولا روي عنا من طرق كثيره. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره انها سمعت عائشه تقول بمثله. يبقى لي مذهب ستنا عائشه واخذ به الامام الشافعي. باب رضاعه الكبير. سن بقى السن الذي اذا وصل اللبن لجوف الصبي اثبت التحريم. اي سن؟ كويس. قالوا الجمهور قالوا هو سن الرضاع المعتاد، سن الصغر. والشافعية قالوا 2 سنين، والأحناف قالوا 2.5 سنين، وزفر قال 3 سنين. يبقى أول 3 سنين أقصى حاجة، أول 3 سنين من عمر الصبي. كويس. يبقى عندنا 2 سنين و2.5 سنين و3 سنين في بداية العمر ورح. طب بعد 3 سنين رضع ما يبنيش عليه حر. فهمت ازاي؟ ده عند الجمهور. في مذهب اخر واخذ به ابن تيميه وستنا عائشه، سيدتنا عائشه اخذ به ان الرضاع يثبت في اي عمر، يثبت به التحريم في اي عمر كان. والمساله سموها رضاع الكبير. الكبير يعني اللي عدى 3 سنين، اللي سنه زاد عن 3 سنين. لحد امتى؟ لحد ان شاء الله يبقى عنده 100 سنة. ورضع مش شرط انه يلتقم الثدي، وهو راجل كده يلتقم الثدي لا يتصور، لكن يتصور ان هي تعصر ثديها وتضع لبنها في كوب ثم يشربه، فهل ينبني عليه تحريم ام لا؟ هي دي المسألة. عند ستنا عائشة اه ينبني عليه تحريم ويبقى ابنها من الرضاع. واخذ به ابن تيمية. كويس. لكن جمهور الفقهاء والمسلمين ما عدا الاثنين دول قال لك لا ما ينبنيش عليه تحريم. سيدتنا عائشه عندها حادثه هنقراها دلوقتي، اللي هي بتاع سالم مولى ابي حذيفه. كان كبير كده وعنده 16 17 سنه وارضعته زوجه ابي حذيفه، والنبي اثبت له حرمه الرضاع، حرمه بالرضاع. فسيدتنا عائشه اخذت بهذا الحديث وقالت خلاص يبقى في اي سن. وباقي الفقهاء والعلماء قالوا ايه؟ والصحابه قالوا ده خاص بسالم بس، والنبي له ان يخص من شاء بما شاء من الاحكام من امته، ويسموها حادثه حال ولا تتعدى غيره. وامثله احد حوادث الحال كتير في الفقه الاسلامي، لان النبي استثناه من وسط هذا الحكم واثبت له التحريم، فالنبي له ان يستثني من شاء بما شاء من الاحكام. فهمت؟
لكن استقرت الفتوى على ان الكبير لا يثبت له حرمة الرضاع. والا لو واحد متزوج امرأته وهو بيجامعها ويداعبها وكان في ثديها لبن ثم ابتلعه، تبمم الرضاع، نفسخ العلاقة بينهم ونقول ما بقتش مراتك بقت امك؟ ما تحصلش دي. سمعتها دي قبل كده؟ ما سمعناهاش. يبقى العمل على ان رضاع الكبير لا يثبت به احكام. فهمت؟ لان تحدث كثيرا عند جماع المرأة وهي مرضع تلاقي ثديها فيه لبن، وممكن اللبن ده يدخل في فم زوجها وهو ايه بيداعبها وممكن يبتلعه. يبقى معنى كده انه بقت زوجته صارت امه من الرضاع. مين اللي قال الكلام المضحك ده بقى؟ ده كلام مضحك. فهمت ازاي؟ وبالتالي دي مذاهب شاذه تذكر في الفقه الاسلامي للتحذير من الاخذ بها. مش يجي لك واحد في اخر الزمان يكتبها في الاهرام والجورنال ويجي في الاذاعات والقنوات ويتكلم عليها، يبقى ده انسان ذهنه شاذ، عقليه شاذه، شذت عن الامه وعن ايه؟ لان هينبني عليها احكام كثيره، هتلاقي ناس كتير متجوز امه من الرضاع. فهمت ازاي؟ فما ينفعش الطريقه دي. طريقه التفكير، مش كل من قرأ في كتب الفقه الاسلامي يصح له ان يتكلم للناس. لان الفقه دي عباره عن بيبقى ايه؟ بيبقى يعني عباره عن تصارع افكار داخل الكتاب. ده بيقول فكره وده بيقول فكره لكن وهي افكار لا ناخذ منها احكام، ناخذ الاحكام فيما استقر بعد ما كانت افكار نوقشت وغربلت وبدا بعد كده تنشا عمل للامه على مر العصور. لازم نراعي مثل هذه الامور، ما نجيبش بقى الاراء الشاذه ونبرزها في زمن مليان فتن والناس جهله بالشرع الشريف، نقوم نضحك الناس على الشرع الشريف. هذا لا يصح. وللاسف بيعمل كده بعض ايه؟ بعض الناس المنسوبين للعلم الشرعي. ليه؟ لانه لا يراعي ادب العلم الشرعي. باب رضاعة الكبير. وعن ابي قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت سهله بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفه من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي روايه ابن ابي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ايه يعني النبي ضحك ليه؟ يعني هو لما قال لها ارضعيه يعني روح يعني روحي خليه يلتقم ثديك يعني؟ ارضعيه يعني اديله شويه لبن يشربه في كوب. فهمت ازاي؟ ادي الماء. هي الاول فهمت ارضعيه يعني ايه تقعده على حجرها كده وتقول له ده راجل كبير هقعده ازاي على حجرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم من طريقه فهمها يعني. ارضعيه يعني خدي له شويه لبن كده واديها له في كوب يشربه وخلاص. وبعدين سالم ده كان ابن بالتبني. والتبني خلاص انتهى. فدي حادثة حال من جميع الوجوه. وسالم كان من أهل القرآن وكان من أهل بدر وكان رجل حافظ للقرآن وصالح وعابد. وتبناه أبي حذيفة قبل تحريم التبني. فلما كبر وبقى راجل بقى يدخل على سهيلة وهي زوجة أبي حذيفة، فأبو حذيفة إيه؟ ابتدى يعني إيه؟ يجد في نفسه حرج. بس مكسوف، ما هو ابنه كان ابنه من التبني ومربيه هو. فستنا سهيلة ايه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظت ايه ان زوجها بيتحرج منها. فالنبي اراد ان يجعل حلا لهم على ان هذه الحادثه لا تتكرر بعد كده. ما بقاش هيبقى فيه تبني ومش هيبقى فيه اشكال تاني. فهمت ازاي؟ فما ناخدهاش بقى حكم عام ونجعلها من اصول العقائد والفقه وبتاع. ما ينفعش. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان سالما مولى ابي حذيفه كان مع ابي حذيفه واهله في بيتهم فاتت تعني ابنه سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفه من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفه.
فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. قال: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: فما هو؟ فأخبرته. قال: فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. يعني ابن أبي مليكة سامع الحديث من ستنا عائشة وكتمه، بعدين بيروح للقاسم قال له ما هي قالت لي برضو هذا الحديث. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع، يعني الذي قارب البلوغ، يعني الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. يعني كانت ستنا عائشة كان بعض الغلمان اللي بيطلبوا العلم تخلي أختها ترضعه عشان تبقى هي خالته من الرضاعة، وهو كبير يقوم يدخل عليه، لأن رأيها إن الحادثة دي ليست خاصة بسالم. ستنا أم سلمة بقت متعجبة، وأمات المؤمنين كلهم متعجبين لستنا عائشة إزاي تفعل ذلك. قالت لهم: ما أنتم ملكوش في سالم ده أسوة، والنبي قال إنه يرضع. يبقى ده كان فهم لسيدتنا عائشة خاص بها، ثم مات معها بعدما ماتت وانتهى، فهم؟ ولم يأخذ بأحد من الصحابة، واعترض عليه أمات المؤمنين كلهم، فهمت؟ فالاحتياط اننا الا ناخذ بفهمها، الاحتياط الا ناخذ بفهمها، ولا الا ان ناخذ بفهمها، الاحتياط الا ناخذ بفهمها، لانه حينبني عليه تحليل وتحريم. وعن ابي قال: وحدثني ابو الطاهر وهارون بن سعيد الايلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة: والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: يا رسول الله، والله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فقالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة، يعني ذهب ما كان في قلبه من غيره يعني. وعن أبي قال: حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. شوف جميع أمهات المؤمنين أهو كانوا يشوفوا أن الرضاع الكبير ده لا ينبني عليه حكم، وأبوا يعني رفضوا تلك الرضاعة، يعني أي الرضاعة بعد سن الفطام، تلك الرضاعة يعني الرضاعة بعد سن الفطام.
وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. يعني شايفين أهو فاهمين زي جمهور الفقهاء إن دي حاجة خاصة لسالم، فاهم؟ حادثة حال يسموها حادثة حال، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. كويس، وده اللي عليه الجمهور واللي عليه استقر الفقه الإسلامي وعمل الأمة قرون طويل، لحد ما يطلع لك واحد كده دلوقتي يطلع لك الآراء العجيبة دي. ومن شذ شذ في النار. باب إنما الرضاعة من المجاعة. يعني إيه الرضاعة؟ يعني أي الرضاعة المحرمة لابد أن تكون هي التي تسد الجوع، ولا تسد الرضاعة الجوع إلا إذا كان صبي صغير. إنما لو واحد اتفطم ورضعته وهو جعان ما تسدش جوعته، يبقى الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة المحرمة لابد أن تكون من التي تسد الجوع، فهمت إزاي؟ ولا يسد جوع الرجل الرضاعة، واضح؟ لكن تسد جوع الصبي الصغير، وبالتالي يبقى رضاع الكبير ليس من المجاعة، والرضاعة المحرمة لابد أن تكون من المجاعة. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علي ورأيت الغضب في وجهه. قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة التي تسد الجوع هي التي ينبني عليها التحريم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث ابن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه، غير أنهم قالوا من المجاعة. ووردت أحاديث أخرى يمكن مش في صحيح مسلم لكن قريناها احنا في كتب السنة الثانية، الرضاعة هي التي تنشز اللحم، تنشز العظم وتنبت اللحم، يعني في السن النمو الصغير هي دي الرضاعة المحرمة التي تنشز العظم وتنبت اللحم، لأن الصبي الصغير ينمو جسمه بالرضاعة بس، فاهم؟ إنما غير كده طالما نبت نشز عظمه ونبت لحمه فإذا رضع بعد ذلك لا ينبني عليه أصل، تبقى كأنه أي غذاء، حكمها حكم أي غذاء آخر لا ينبني عليه تحريم. يشترط طبعا عشان تبقى تثبت البنوة من الرضاع أن يكون آدميا يرتضع من آدمية، لكن لو واد بيرضع من شاه معزة يعني والمعزة دي رضعت بنت تانية ما يبوش إخوة في الرضاع، لأن دي معزة مش امرأة، فاهم؟ حيوان يعني. يعني يشترط أن يكون الرضاع من آدمية، فلا تثبت الأخوة من الرضاع لو رضع من غير آدمي، واضح؟ ونقف على باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.